معارك ملحمية في براري إفريقيا القاهرة. حيوانات إفريقيا المفترسة تتربص بالفرائس، فأنيابها الحادة ومخالبها الفتاكة تمكنها من الفوز بأشرس الحيوانات العاشبة. سرعتها الفائقة قد تكون سلاحها الوحيد للنجاة والفرار من تلك الهجمات الشرسة. فعندما تهجم الدوار الإفريقية لا تعرف الرحمة، فقانونهم معروف للجميع، البقاء للأقوى. صراعات ملحمية بين أشرس الدوار الإفريقية وأقوى الحيوانات البرية. ففي عالم الحيوان ليس هناك سوى مفترس وفريسة، والبقاء للأقوى. الأفيال الإفريقية واحدة من أضخم الحيوانات العاشبة، وبالرغم من شراستها إلا أنها عندما تواجه الفهود الصيادة فقد تكون في مأزق. فرغم ضخامة جسمه التي جعلته عملاقا للغابة الإفريقية بلا منازع، إلا أن الدوار الإفريقية قد تهاجم بكل قوة وشراسة وتجبره في كثير من الأحيان للفرار عند المواجهة. تلجأ الأفيال الإفريقية للفرار في كثير من الأحيان، فمواجهة الفهود الصيادة قد تسبب لها الكثير من الأضرار. الفيل الإفريقي تم تصنيفه باعتباره من أضخم الحيوانات على الإطلاق، إذ أن ارتفاعه يصل إلى 13 قدم ووزنه 6 أطنان تقريبا. لذا فهو الملك الحقيقي في غابة الحيوانات، إذ لزم الأمر فالأفيال قادرة على مواجهة أشرس الحيوانات المفترسة، فنابيها الحادان وخرطومها الطويل، بالإضافة إلى أرجلها الضخمة تستخدمها كأسلحة في الدفاع والهجوم. يواجه ذكر القطيع المهيمن مجموعة من الفهود الصيادة ويهاجمها بكل شجاعة، مستخدما أسلحته التي وهبه الله إياها، مما يرعب الفهود الصيادة ويجبرها على التراجع. وعندما تزمجر الأفيال تلجأ الفهود للفرار والنجاة من هجماتها الشرسة، فالأفيال الغاضبة قد تقلب البراري الإفريقية رأسا على عقب وتهاجم أرعبه وجعله يلوذ بالفرار. تلجأ الأفيال للعيش في قطعان حتى يتسنى. صغار الأفيال أيضا قادرة على مطاردة الضباع وإجبارها على الفرار من مناطق نفوذها. إنهم حقا ملوك البراري الإفريقية بلا منازع. عندما تقترب أفراس النهر من تلك الأفيال العملاقة فتلجأ لتوخي الحذر، فهي تعلم جيدا قوة تلك الأفيال وشراستها. إنه حقا وحش البراري الإفريقي. وأخيرا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.